نشكر ربنا. النهاردة كان يوم جميل مفرح، احتفلنا برجوع أبونا مينا من الخلوة بتاعته بعد ما ترسم، قضى 40 يوم في الدير ورجع النهاردة. استقبلناه في فرحنا بيه في كنيسة الملاك والأنبا أنطونيوس في أيندهوفن، والكهنوت في الكنيسة القبطية أبوة ورعاية وتعليم وخدمة وافتقاد على مثال السيد المسيح في خدمته واللي كرز بيها لما كان معانا على الأرض أثناء تجسده. والكاهن قدوة، الكاهن مصدر للتعليم ومصدر للحب والرعاية والحنان والاهتمام، وأبونا مينا داخل على خدمة حلوة مباركة، كنيسة الملاك كنيسة نشيطة وقوية خدمها من 20 سنة أبونا يوسف منصور، وبعد 20 سنة اختار ابنه الشماس المبارك المهندس مينا، خادم تقي ونقي وأشبع نفسه من العلوم بتاعت الدنيا ووصل لأعلى الدرجات العلمية. ولما ربنا دعاه لخدمة الكهنوت اتكرس وجه بحب واشتياق ان هو يبتدي يخدم المسيح في الكنيسة في خدمة الكهنوت. بنتمنى له كل توفيق ونجاح، وإن شاء الله خدمته تبقى خدمة مباركة، وربنا ينجح كل طرقه ويسعده ويسعد به اللي حواليه. شكرا جزيلا. احنا النهاردة نقدر بنعمة ربنا نقول عظم الرب الصنيع معنا، فصرنا فرحين باستقبال قدس أبونا مينا بديع لكنيسة الملك ميخائيل والأنبا أنطونيوس، لأن أب كاهن جديد هو طاقة روحية للكنيسة، خدمة أكتر، افتقاد أكتر، تعليم أكتر، اهتمام بالشباب أكتر، اعترافات أكتر، بناء روحي للجيل التاني يثبت فيهم نعمة ربنا واسم ربنا، وأيضا يكسب شباب مسيحي ناجح في مجتمع هولندا الصعب. شكرا. الكتاب المقدس في إنجيل يوحنا الإصحاح الرابع يقول آخرون تعبوا وأنتم دخلتم على تعبهم. في اليوم ده والكنيسة بتستقبل كاهن جديد، مش ممكن ننسى اللي تعبوا في الأبروشية وتعبوا في الكنيسة دي وسنين طويلة، خدمة جبارة، تعب ملوش حدود. لازم نذكرهم نشكرهم على محبتهم الكبيرة انهم سمحوا لنا ان احنا نخش ان احنا نخدم معاهم وناخد البركة دي معاهم. بشكر محبة الأنبا ثاني وحبة أبونا يوسف كتير، ونرجو اتمنى من ربنا ان هو يسندنا في الخدمة.